وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من برلين مراسل أكسترا نيوز عربي مرزوق. عربي، بعد التحية، من المؤكد أننا نريد المزيد من التفاصيل حول هذا الحريق، وإلى أي مدى وصلت عمليات الإطفاء؟ يعني حتى الآن الحريق اللي اندلع بعد انفجار في موقع الشرطة، موقع لذخيرة الشرطة كما أشرتي، في مكان يسمى جرونا فالد، وهي في المنطقة الغربية من برلين. هي غابة كبيرة جدا، حتى بتسمى هنا لدى الحكومة الألمانية هي رئة المدينة. والانفجار اللي تم فيها يعني في الأول، حسب المتحدث بفرقة الإطفاء هنا في برلين، قال إن المنطقة المحظورة الآن لدخولها السيارات وإغلاق الطريق بشكل عام وصل نصف قطرها تقريبا إلى 1000 متر. قفلوا حول المنطقة كلها، حول الغابة، لأن كان مخزن في هذه المنطقة ومخزن حتى الآن 50 طن من الذخائر الخاصة بقوات الشرطة هنا في برلين في موقع الانفجار. الأزمة الحقيقية لدى قوات الإطفاء وقوات الشرطة هنا في برلين إن سبب الانفجار حتى الآن غير معروف. المعلومات الأولى التي وصلت لقوات الإطفاء الساعة 4 من فجر اليوم، والجميع ذهب إلى هناك، ولكن يعني في حالة من عدم السيطرة على الموقع بسبب الانفجارات، بسبب الذخيرة 50 طن من الذخائر موجودة، وبالتالي اضطرت فرق الإطفاء نتيجة عدم السيطرة على هذا المكان إلى الاتصال بالجيش الألماني، لأن الجيش الألماني لديه روبوتات معينة تستطيع دخول في أماكن اللي فيها ذخائر وقنابل وما إلى ذلك، حتى تستطيع تصوير الأمر جوه وإبطال مفعول أي مواد متفجرة داخل هذا المكان، لأن في الحقيقة حتى الآن لا توجد سيطرة على هذا الأمر. يعني تقريبا 15,000 متر مربع من الغابة احترق بالفعل. هي مساحة الغابة تقريبا قد إيه عربي؟ هي مساحة الغابة قد كده أكتر، يعني أنا ما عنديش رقم محدد، ولكن ربما 20 ضعف. الغابة كبيرة جدا، بتشغل غرب العاصمة الألمانية برلين بشكل كامل، غابة كبيرة جدا. لما يكون حسب ما شفناها في الصور صباح اليوم على التلفزيون الألماني القناة الأولى الألمانية، إن 15,000 متر مربع احترقوا بالفعل، ودي تمثل نقطة في هذه الغابة، بالتالي المساحة ربما تصل إلى 20 أو 30 ضعف. هو موقع مخصص لقوات الشرطة هنا في برلين لتخزين الذخائر والمتفجرات الخاصة بالشرطة وأحيانا للتدريب. ولكن هل تم انفجار أو كان وقت تدريب؟ خاصة أن هذا الوقت يعني مش وقت تدريب، 4 فجرا، ربما بسبب عامل الحرارة، لأن درجة الحرارة مرتفعة الآن في برلين، وصلت تقريبا ل 37 درجة مئوية، ولكن حتى الآن المعلومات دي غير واضحة. اللي هيوضح هذه المعلومات قوات الجيش الألمانية بعد دخول الروبوت الخاص بالجيش الألماني لتوضيح تحديدا ما الذي حصل. هناك طائرات بدون طيار خاصة بالجيش الألماني أيضا تحوم يعني فوق الغابة عشان تكتشف الأماكن اللي فيها متفجرات أو فيها ذخائر وما إلى ذلك، لأن ممنوع منعا تاما دخول قوات الإطفاء حتى الآن لداخل هذا المكان، وتم إغلاق كل الطرق السريعة، لأن الغابة بجوار طرق سريعة يعني شريان مهم جدا لبرلين بشكل كامل، وتم إغلاق 4 طرق سريعة حوالين هذه الغابة في يعني أزمة حقيقية هنا في المرور، في أزمة كبيرة في المرور بالدخول والخروج من مدينة برلين في الجانب الغربي تحديدا اللي هو شريان برلين الأصل. نعم، وخاصة أنك ذكرت أنها تعتبر رئة ألمانيا، إذن بالفعل هي مساحة كبيرة، وبالطبيعة الحال أنها تطل على عدد كبير من الطرق. من برلين مراسل أكسترا نيوز عربي مرزوق، جزيل الشكر لك.